اي امام مدفون مع الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، حفيده. زياره الاربعاء منو مدفون بصف الامام موسى بن جعفر؟ حفيده. حفيده اي ابن الامام علي بن موسى الرضا اللي هو اصغر الائمه، عمره صغير وحصل على العصمه. امام معصوم اخذ الامامه من والده وهو عمره صغير، لقب بالجواد الكاظم او الجواد. الامام الكاظم جده اسمه إيه؟ محمد الجواد. محمد الجواد اي اي علاقتك قويه بال لا يعني ما اي صح صح اكو اشياء ما اعرفها واكو اشياء اعرفها صح.